انضمت لينا دكتوره نيلي شمس، استشاريه التغذيه العلاجيه والصحه العامه. ازي حضرتك يا دكتوره نيلي؟ صح. طبعا حضرتك استشاريه التغذيه، يعني اهم حاجه اللي احنا عايزين نعرفه ان الناس كتير جدا بتعاني من السمنه وجسمهم بيبقى مليان، بس يا دكتور يقولوا لك ايه؟ لا انا جسمي مش مليان دهون، ده انا جسمي مليان ميه. هو ممكن كده؟ ممكن بني ادم يبقى تخنان عشان هو مليان ميه؟ لا، هو السمنة علشان تشخص ليها طرق تشخيص. اوكي. يعني أنا عندي في حاجة اسمها نسبة دهون في الجسم، لازم أعرف النسبة بتاعة الدهون بتاعة الجسم واصلة لكام في المية عشان أعرف إذا كان حصل تخطي لهذه النسبة يبقى ده مريض سمنة. الناس كلها كانت بتربط السمنة بالوزن، ده كلام غير صحيح علميا. العلم بيقول إنه السمنة هي الإكسس فات أو زيادة دهون في الجسم، خصوصا في مناطق خطر زي الدهون الحشوية. فما ينفعش ننسب الزيادة في الوزن إن هي المسببة للسمنة. زياده الوزن اللي حضرتك بتتكلمي عنها اللي هي نتيجه الووتر ريتنشن او احتباس الميه تحت الجلد، ده بيبقى ليه ليميت، بيبقى ليه حدود وبيبقى ليه اسباب. احنا بنتكلم عن حد مريض، بنتكلم عن حد ممكن يكون عنده مشاكل في الهرمونات، بنتكلم عن حد ممكن يكون مريض ضغط بياخد ادويه او ما بياخدهاش بانتظام فده بيؤدي الى احتباس الميه. كل حاجه وليها سببها، ما ينفعش ان احنا نعمم المبدا او الوصف. طبعا بيبقى فيه احتباس ميه تحت الجلد بس مش لدرجه تشخيص الشخص على انه مريض مريض سمنة. سمن. اه طبعا، عشان كده احنا دايما بنقول نخصم الميزان، يعني محدش يطلع على الميزان لانه الميزان ما بيعملش ريفلكشن او انعكاس لفعلا هل احنا عندنا دهون زياده ولا الوزن الزائد ده نتيجه عوامل اخرى. ايه هي يعني؟ طب انا النهارده طلعت على الميزان لقيت نفسي وزن، في وزن، حضرتك ولا مريض لا السمنه؟ انا ما انا هجيب لنفسي، لا ما انا مريض سمنه بس انا زي لا ما انت حضرتك قلتي. مش مريضه لا سمنه. انا هقول لك بقى، ثانيه واحده دكتور نيلي عشان بس ما اضايقش حد. انت قلتي ان في مرضى سمنه ممكن يكونوا عندهم في المنطقه اللي هنا، مظبوط كده؟ وانا من الشخصيات دي، انا ممكن لاني طويله فمش باين، بس لو قلنا ان احنا من الشخصيات المنطقه فيها البطن والاحشاء الداخليه دي كلها بتبقى دهون، ودي بالظبط بالظبط انت عليكي نور، ودي مشكله ناس كتير جدا زيي. فانا هاخد نفسي مثال، الدكتوره قالت انا عندي انسولين ريزيستنت، لو جالك واحده عندها مشكلتي دي اعمل ايه؟ طيب الجمعيه الامريكيه الامراض السكري قالت وما لنا عنديش كلام سكر، قاطع، ما قالت عنديش لنا سكر. كلام قاطع في الحته دي، انه اي حد معرض لمرض السكري وعنده النسب بتاعه السكر، طبعا استاذنا الفاضل يفيدنا في الحته دي، ما هو هنخش وهيخش بعديك عندنا نسبه السكر لسه ما وصلتش للتشخيص وهي فوق الطبيعي، النسبه بتاعه التراكمي والفاستنج اللي هي السكر الصايم، بلس ان حضرتك عندك اعراض لمقاومه الانسولين، لازم يبقى عندك الاعراض. مش اللي هي مجرد ايه يا دكتور؟ في اعراض زي مثلا اسمرار، هتقول لنا زي اسمرار الجلد اللي بيبقى في مناطق معينه ومحدده في الجسم، زي الرقبه، زي تحت الابطين، زي بين الفخذين، بيبقى في زي ما حضرتك قلتي كده المنطقه بتاعت الدهون الحشويه زايده شويه. ولكن احنا ما ينفعش نقول ان حضرتك مريضه مقاومه انسولين الا عند التشخيص عند طبيب البطنه، هو بيقعد بيشخص حضرتك وبيعمل لك تحاليل السكر بتاعتك. قالت ايه الجمعيه الامريكيه للامراض السكري؟ رقم واحد حضرتك تنزلي من وزنك 7%، ما قالتش تنزلي 500 كيلو، لما اعمل ايه؟ 7%. لما اعمل لا احنا الاول الهدف، لانه الهدف اول ما لو انا لو التحاليل بتاعتي كده لازم اطلع سبعة، مش انزل سبعة في تحاليل، المية تحاليل مع اعراض وتشخصي من قبل طبيب البطنه، يقول ان حضرتك محتاجه تنزلي في الوزن عشان ما يجيلكيش سكر. طيب خلاص كده 7%، استنيني بس. واهم حاجه بعد ال7% دول انك تتحركي، الحركة ثم الحركة ثم الحركة، الحركة على الأقل 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع وتوصل لها بالتدرج. طب أنا مش قادرة صحيح إن أنا أعمل ده، بنبدأ من 5 ل6 دقايق، عاملين لنا رسم بياني كده من 5 ل6 دقايق مشي عسكري يوميا علشان حضرتك تقللي من نسبة السكر اللي في الدم العالية، نسبة الأنسولين العالية، كمان يحصل إن منطقة الأحشاء عندك تتحسن جدا. لكن ما نقولش بقى نمنع نشويات، ننزل بسرعة، نعمل مش عارفة إيه، الكلام ده كله لا يعمم.